كتير بنسمع انه ناس عندهم حساسيه من الجلوتين، وبدنا نشوف هلا اليوم نحكي مع اخصائيه التغذيه رزان شويحات لنعرف اكثر عن الحساسيه من الجلوتين، شو مضارها وشو لازم الناس اللي عندهم حساسيه يعرفوا اذا عندهم حساسيه او لا وشو لازم ياكلوا. صباح الخير. صباح النور. كيفك رزان؟ كيفك؟ شو اخبارك اليوم؟ الحمد لله. دائما محضرتي لنا اشياء نقدر ناكل منهم. اكيد. بس هلا هلا بخليك تدوقي. بحس انها بتقرب المعلومه اكثر، بتساعد شوي. هلا شو هو بالضبط الجلوتين؟ هلا الجلوتين هو بروتين. بروتين موجود بالقمح، موجود بالشعير اكثر شيء كمان، فبالتالي موجود بطحين مثلا، موجود بكل المنتجات اللي فيها قمح بشكل عام. كل شيء فيه قمح وطحين موجود فيه. طحين شعير بالضبط. اوكي. طيب لما الواحد بيقول انه عنده حساسيه من الجلوتين شو يعني؟ هلا في حساسيه من الجلوتين وفي مرض من الجلوتين. هلا اللي اكثر خطر هو طبعا للاشخاص اللي عندهم مرض المناعه من الجلوتين، اللي نحن بنسميه المرض هو مرض السيلياك. هذا المرض ممكن يكون عند الاطفال، ممكن يكون كمان عند الاشخاص الكبار. مرض السيلياك هو مرض زي ما قلنا مناعه مش حساسيه، ضروري كثير نفرق بينهم. هلا بحكي لك اكثر عن الحساسيه والفرق بينهم كمان، لانه مرض الجلوتين السيلياك سوري بيخلي الاشخاص اللي عندهم هذا المرض يصير عندهم مناعه هذا الجلوتين لما بياكلوه، او القمح اللي موجود فيه جلوتين عم بياثر على الشعيرات الدقيقه كثير اللي موجوده بجدار الامعاء الدقيقه، فبتصير يعني بخربها، بيعمل لها دمج، بتصير ما تعود تمتص الاغذيه. يعني احنا كثير بنعرف انه معظم الامتصاص للاغذيه والمغذيات بيتم اكثر بالامعاء الدقيقه، فعشان هيك هدول الاشخاص اللي عندهم مرض السيلياك رح يصيروا ما يقدروا مثلا يمتصوا البروتينات، المغذيات، النشويات، كل المي، كليتها هاي المغذيات والفيتامينات ما بيعودوا يقدر يمتصوها منيح بسبب الدمج اللي صار او الخراب اللي صار للشعيرات الموجوده بالامعاء الدقيقه. طب هلا شو اعراضه؟ كيف بيعرف الواحد انه صار عنده هذا الشيء، وانه الشعيرات مش عم تمتص؟ اكزاكتلي. هلا اول شيء بنلاحظه طبعا بما انها ما عم تمتص هو نزول بالوزن، نزول شديد كثير، وما حتى بيكون عندهم شهيه للاكل. بس في كمان اعراض اكثر ممكن تظهر مثل مغص معوي شديد كثير، بتضايق او بحسوا من الاكل كثير، واكثر شيء كمان ممكن يصير عندهم يعني كونسيكونس او ناتج عنه كمان ممكن يصير في التهاب بالجلد، بصير في كثير احمر بالمنطقه مثلا بالوجه، على الخدود اكثر شيء، بالركب، بالايدين، حساسيه حمراء كثير قويه كثير. هاي برضه من ناتج من مرض السيلياك. طب ممكن تظهر فجاه ولا يعني بتبلش من الطفوله؟ ممكن تظهر فجاه. هلا ممكن ما تظهر، يعني بتعرف في كمان رند انه في يمكن 95% من الاشخاص اللي عندهم مرض السيلياك ما بيكون عندهم اياه، وممكن مرات يتم خلط بتشخيصه على انه القولون، التهاب القولون. فعلشان هيك في يعني اذا حس شخص انه في مثلا اول شيء في عامل وراثي، فاذا في حدا بالعائله بيطلع عنده يفضل انه الكل يفحص لمرض السيلياك. طبعا الطبيب بيشخص لهم الفحوصات اللي لازم يعملوها. دم كيف الواحد بيعرف؟ الطبيب بيعطيهم فحوصات لازم يعملوها. في فحوصات دم بتبين. فحوصات دم بتبين اكثر من فحص. ومرات في ناس كمان حتى فحوصات الدم بتكون نيجاتيف، يعني ما عندهم مرض السيلياك لكن بيكون عندهم الحساسيه اللي احنا حكينا انه لازم نفرق بينهم اكثر. طب شو الفرق بين المرض والحساسيه؟ هلا المرض مرض يعني موجود معهم رح يبقى للأبد. الحساسية ممكن أنها تخف، ممكن أنها تروح بعد فترة، ممكن تظهر بوقت معين. بالضبط. بس هل أعراضها نفس أعراض المرض؟ بالضبط. الأعراض بتكون حساسية أكثر. مغص نفس الشيء كمان. وعدم امتصاص. وعدم امتصاص. جدار الأمعاء الدقيقة. وبيكون عندهم دائما نزول بالوزن كتير قوي وسوء تغذية طبعا. أوكي. للي عندهم الجلوتين، للي عندهم مرض السيلياك، فتشخيصه كتير ضروري، وكتير ضروري كمان ننتبه منه لأنه حتى كميات كتير قليلة منه بتأثر عليهم أكتر. رندا يعني حتى طريقة تحضير الطعام بالبيت بيفرق كتير على مرض السيلياك، لأنه الجلوتين بكميات قليلة بتأثر عليهم. فعشان هيك مثلا الأسطح لما بدهم يحضروا لهم شيء، الكاتينج تيبل بدهم يقسموا عليها الأشياء ما لازم تكون، إذا كان حاطين لون أغذية خالية من الجلوتين بالمطبخ لازم تكون مغطية تماما لحتى ما يجي عليها نتفة طحين أو إشي من المنتجات اللي عليها جلوتين، فهي بتأثر عليهم كتير، فلازم تماما ما تكون موجودة يعني في المطبخ. طب هلا إحنا جديد عم نسمع عن الجلوتين، يعني من كم من سنة وجاي. مزبوط. طب ممكن ناس كان عندهم هذا المرض وما كان مشخص يعني. ممكن كتير، لأنه زي ما قلنا عدد كتير كبير. فقدان الوزن. فقدان الوزن أول شيء. الناس بيكونوا ضعيف كتير. ضعيف كتير. وزي ما قلنا المغص المعوي والمغص كتير قوي، ممكن
حساسية كمان بيجد. يعني كل ما بياكل شيء فيه جلوتين يعني قمح، يعني بيسكلي كل شيء فيه قمح، كل شيء فيه شعير كل شيء فيه قمح بده يصير عنده هذا اللي هو الحساسية المغص، او وممكن يكون حساسية على الجلد، يعني بتروح وبتيجي كيف بيكون شكل الحساسية؟ حمرة كثير وبتكون موجودة هيك زي لطخات كبيرة بتحسيها على وين الان؟ باتشز كبار على الخدود، على الركب كتير بيجي بشكل عمودي، هو أكتر بتحسي على الركب على الألبوز على الكوع بتكون أحمر كتير كتير. أوكي. عشان هيك يمكن مزبوط إنه في ناس بتصيبهم الحساسية فترة معينة بتكون مثلا مصاحبة لتوتر أو إشي صار عندهم وبترجع بتروح. هاي بتكون حساسية مش مرض السلياك. أوكي. هلا في كمان انتشار كبير زي ما قلتي رندا عم بيصير للأغذية اللي خالية من الجلوتين، لأنه بتعرفي كيف كل فترة بيطلع سرعة تخفيف الوزن وهيك. هلا صار تخفيف الجلوتين أو الأغذية الخالية من الجلوتين في بعض الأشخاص عم بيعتقدوا أو بيروجوا إنه هي بتخفف الوزن. وطبعا هذا مش صح، ما لها علاقة بالوزن. لا. هي بس الحساسية. طيب بالعكس actually أنوه بس شغلة صغيرة، إنه هدول الأشخاص اللي عندهم مرض سيلياك وعم ياخدوا أغذية خالية من الجلوتين عم بيبدأ يزيد وزنهم لأنه عم بيستفيدوا أكتر. الأشخاص اللي ما عندهم المرض وعم بيقولوا إنه الأغذية الخالية من الجلوتين عم بتخفف وزنهم، هو السبب ابتعادهم عن الأغذية الغنية كتير بالدهون. يعني مثلا هلأ الشخص اللي ما رح ياخد جلوتين ما رح ياخد مثلا دونات، ما رح ياخد كيك، أي شيء فيه طحون عادة للطحين مع فات مع دهون exactly. فما رح ياخد كيك مزبوط. ما رح ياخد بسكوت لأنه فيه طحين، ما رح ياخد رح يقل أكله للخبز somehow، فعم بيقل سعرات الحرارية كتير من هاي المنتجات، فهذا اللي بيخفف الوزن. لكن لا، ما في أي دراسة أو أي شيء علمي بيثبت فعلا أنه لما رح يتناولوا الأكل الخالي من الجلوتين رح يخف وزنهم. أوكي. طب خلينا نشوف الأكلات اللي جايبتيهم فيهم جلوتين؟ لا هدول نص نص. أوكي. خلينا ناخذهم شوي شوي. اللي بده ياخذ ناخذ هدول اللي ما فيهم جلوتين. اللي ما فيهم جلوتين، اذا بدنا هذا على جنب هيك شوي. اوكي. اوكي. هلا طبعا بزمان كان كثير اصعب على الاشخاص اللي بدهم يتناولوا الاغذيه الخاليه من الجلوتين انه يلاقوا فعلا منتجات ما فيها جلوتين، خاصه الاطفال. يعني معروف قد الاطفال كثير بيحبوا البسكوت، كثير بيحبوا هاي الاشياء، وعم بيصير كثير صعب عليهم. هلا صار في كثير، يعني ثلاث اضعاف المنتجات صارت موجوده بالاسواق، حتى بامريكا هذا في مول صارت خاصة بالجلوتين، المطاعم صارت تطبخ أكلات برضو خالية من الجلوتين. هلأ عنا بالأردن في منتجات عم بتصير موجودة، ممكن الأم إنها تعملها بالبيت، ممكن تشتريها جاهزة. أوكي. مثلا والأفران، سمعت إنه في الأفران بيعملوا خبز بس بدون سبيشال أوردر، بيكون يعني إنه بدك تحكيهم بوصوهم وبيعملوا لك الخبز خالي من الجلوتين. وضروري نركز على المخبز إنه خالي من الجلوتين تماما، يعني حتى زي ما قلنا لما بيحضر الخبز ما يستعمل الأدوات، ما يستعمل التوستر اللي بتسخن لهالدرجة انه عشان يكون من مرة، لانه مثلا بده يدفع زيادة حق الخبز اللي بده يوصيه، فيكون الخبز حواليه كله طحين اذا هو ما استفاد، او بدها تضطر الام انها هي تبدا تعمل اكثر. طب ببيعوا في عنا طحين خالي من الجلوتين؟ هذا الطحين مثلا اللي انا جبته هون، هذا طحين خالي من الجلوتين، نشتريه عادي من السوبر ماركت. عادي هو بيكون معمول من طحين الذرة، معمول من طحين الرز مرات، وانواع ثانيه مختلفه، الصويا كمان ممكن طحين الصويا طبعا، اذا الطحين مش قمح لانه هو أوكي. مش قمح بالضبط هذا. اوكي. حتى صاروا عم يعملوا بسكوت، يعني هذا البسكوت حبيت اياهم مندوق هذا البسكوت خالي من الجلوتين فيه شوكليت، عشان نساعدهم يبتعدوا عن الاشياء اللي فيها جلوتين لانه كثير بيتضايقوا منها. هذا البسكوت كمان المكرونه صار فيه كثير، يعني بده يكون معمول من طحين الرز او طحين الذره بالضبط، ما بيكون فيه اي جلوتين ولا مضاف له اي شيء فيه جلوتين. المعكرونه هاي حتى المعكرونه هاي بدون جلوتين. من شو بتكون معموله؟ بنفس الشيء، من اما ذره او من صويا او هيك شيء. هلا بننبه كثير كمان انه حتى انه اسكى ساكي حبيتي يا اسكى درا هيك بتحسي فيه بالضبط. هلا كمان الجلوتين على كل كمان شو خاصيه له، هو اللي بيعطي العجين المطاطيه تبعتها، يعني بتحسي انه لما طحين تحطي عليه مي بصير اكثر يعجن معك، هاي الخاصيه سببها هي المطاطيه اللي بكش بس عشان هو جلوتين، يعني هو جلوتين زي السمك exactly. بس بحب انوه كثير كمان انه في ناس عم بيخربشوا، بصيروا يفكروا انه الجيلاتين مثلا يعتبر من الاشياء اللي ما لازم ياكلوها. لا، الاشخاص اللي عندهم حساسيه
حساسيه الجلوتين بيقدر ياخذ الجيلاتين لانه هو منتج اصله حيواني مش من القمح. ما خصوش لا بدنا نحمل هدول. هذه قلنا معموله من قمح مش من قمح، لا معموله من طحين ذره او طحين رز، وبيكون مكتوب على الكيس انه خالي من الجلوتين او جلوتين فري. جلوتين جي ال يو تي اي ان. وهدول البارز ايش كمان؟ هذا كمان سيريالز بار. يعني هلا كمان بننتبه الكورن فليكس حتى مع انه معمول من الكورن لكن في مرات بيكون مخلوط، فهو لا يعتبر خالي من الجلوتين اذا ما كان المنتج اللي عم تشتري مش طازه مكتوب عليه خالي من الجلوتين، يفضل انه ما يتناوله. اوكي. هلا من الاشياء كمان اللي ما بننتبه لها، في منتجات كثير رندا بيكون موجود فيها جلوتين لكن انت بتعتقدي مش موجود فيها. يعني مثلا لو اسالك مثلا الصويا صوص، الصويا هلا الصويا نفسها ما بتخيل انه فيها جلوتين. بالضبط. بس هي فيها صويا صوص، بس هي فيها. يعني هاي الصلصات يعني اعطيني هلا شو في اكل احنا بنعرف اي شيء من قمح اللي هي واضحه، دوناتس، كيك، خبز، اي شيء فيه طحين عرفنا انه فيه جلوتين سهله. البرغل من الاشياء كمان برغل فيه جلوتين، فيه جلوتين. الفريكه معناته فيها جلوتين، الفريكه لانها قمح. اكزاكتلي. هاي الاشياء اللي طيب هلا شو والسمين كل هاي مشتقات القمح اكيد فيها جلوتين. اكيد فيها جلوتين. جود، هدول واضحين. هلا ايش في شيء ممكن الواحد ما يتخيل انه فيه طحين؟ اكزاكتلي، مثل مثلا الصويا صوص. الصويا صوص مع انه طحين الصويا مثلا هي مش الصويا اللي فيها الجلوتين، انما هم لما بيعملوا الصويا صوص بيضيفوا لها مرات الطحين. أوكي. الشوربات الجاهزه فيها طحين. هلا لاحظ انت دائما اي شوربه بالبيت بدك تعمليها ثيك او تعمليها جامده شوي اكثر تحطي معلقه طحين. فهون هاي الاشياء اللي لازم يبتعدوا عنها. ممكن يستبدلوها اذا بالبيت الست حابه تعمل الشوربه اكثر جامده، النشا. بالضبط. ودائما يعني عاده بنستعمل لكل معلقه طحين عادي نص معلقه نشا. النشا يعني النشا الذره مركز اكثر. اكزاكتلي. فالصويا من الاشياء المكعبات اللي فيهم المكعبات الجاهزه هدول زي البروت برضه فيهم طحين. الهوت دوغ مثلا او اللحم المعلبه الاشياء المعلبين كثير مرات بيكون مضيوف لهم بالعجنه تبعتهم طحين او جلوتين بشكل من اشكاله. هلا اذا نسال لما نحن بدنا نشتري مثلا من السوبر ماركت مرتديلا بيكون اكيد مكتوب برا انه اذا فيها قمح مشتقات القمح. مزبوط. بس في مرات لا، يعني اللي بتشتريهم جاهزين من الكاونتر تبع هاي ما بيكون مكتوب عليهم، انت عم تاخذي القطعه ما عم تاخذي الباك. بده يعرف الواحد فيفضل يبتعدوا عنهم. نحن دائما بنقول يعني احتمال يكون فيهم طحين. بالضبط. اذا حاسه انه شاكر طب حرام فيهم شو بده ياكل؟ يفضل لا، رح ياكلوا كثير اشياء، رح ياكلوا اشياء كثير طازه. قولي لي شو بيقدر ياكل؟ بيقدر ياكلوا الخضار، بيقدر ياكلوا الفواكه طبعا بكل انواعها بس مش المعلبه، بيقدروا ياكلوا اللحوم العاديه، الدجاج، الاسماك، الطحين. الطحين يعني مثلا يعجنوا في الطحين الصويا، طحين الصويا. اي شيء بده يكون فيه قمح ما يستعملوه، اي شيء كربوهيدرات ما بيكونش فيه. الرز زي يعني بيقدر ياكلوا الرز بيصير مثلا الذره. في هلا كثير انواع خبز عم تكون معموله من الذره، فهدول بيقدروا يتناولوهم. البطاطا بيقدروا يتناولوها، مش من الاشياء اللي بيبتعدوا عنها مثلا. فهدول الاشياء بدهم اذا بنستبدلوا الطحين بنقول ببطاطا وذره، طحين الذره، طحين الذره، طحين وبطاطا طحين ورز وبس. هلا اولها بتكون صعبه عليهم لكن بعد فتره بصيروا يتعودوا. هلا في كمان واحد من المنتجات اللي مرات من مشكوك فيها، يعني اللي هي الشوفان. كشوفان ما فيه جلوتين لكن بطبيعة زرعه وتواجده ممكن يتلوث ببعض من القمح أو الطحين أو طريقة تصنيعه. فعشان هيك إذا ما كان الشوفان فعلا مكتوب عليه خالي من الجلوتين يفضل إنهم ما يستخدموه كمان. هاي الأشياء اللي مشكوك فيها. let's say في نوع كمان الفيجيتيريان كتير بيستعملوا اسمه الكينوا، اللي هو كينوا كتير غني بالمغذيات زي الرز، بينطبخ اكزاكتلي زي الرز. هذا بيقدروا يستعملوا او يطبخوا مثلا اذا زهقوا من الرز او المنتجات التانية. طب اذا واحد عنده الحساسيه ويعني تعايش معها شو بيصير فيه؟ الحساسيه او المرض السيلياك. مرض السيلياك بده يتعايش معه انه يصير ياخذ اي شيء خالي. اذا اخذ اي شيء خالي خلص يعني ما يعني بتروح الاعراض، بتروح هذا بس ما بينشف، يعني ما في دواء لمرض السيلياك. يعني متحمي، بده يضل دائما متحمي عن كل منتجات الجلوتين. اللي عنده الحساسيه لا، ممكن انه يقدروا بعد فتره يدخلوا شويه كميه. ممكن انه الحساسيه معروف عنها انها بتيجي فجاه وبتروح فجاه، عكس مرض السيلياك لانه مرض مناعه هو، فما حيجي ما حيروح، رح يضله موجود دائما. فعلشان هيك دائما لازم ينتبهوا منه اكثر. يعني واذا هل سهل الواحد يضله يعني يكون عنده مرض السيلياك ويمشي عادي يضل ينمغص يضل
لا طبعا، لانه هذا سيء لهم، لانه مش بس المغز زي ما قلنا، في اشخاص ما عندهم الاعراض لكن هي عم بتاثر عليهم اكثر، لانه ما في امتصاص، رح يصير في دمج اكثر وخراب لجدار الامعاء الدقيقه. طب شو الفيتامينز اللي ما بيمتصها الجسم اذا الواحد عنده سيلياك؟ بالضبط. هلا من اكثر الاشياء اللي بيعانوا منها امراض الاشخاص اللي عندهم مرض السيلياك قبل ما يتعالجوا ويبتعدوا عنها هي مثلا الحديد، الكالسيوم. يعني بصير عندهم فقر دم. فقر دم بالضبط. كالسيوم برضه بيقل عندهم كثير. الفيتامينات البي 1 والبي 2 هدول كثير بيقلوا عندهم، الفوليك اسيد كثير بيقل عندهم، فيمكن حتى اول فتره بالعلاج يضطروا ياخذوا مدعمات لحتى يعوضوا الاشياء اللي كانت رايحه من عندهم بالفتره الماضيه. يعني اكيد بده يصيبهم ضعف دم، اكيد بده يصيبهم ضعف عام يعني وكده. بخلال عدم العلاج، لكن بالفتره اللي عم يتحموا من الجلوتين بيصيروا اشخاص تبعي. يعني علاجها هو بس انه الواحد يتحمل، يبتعد عن الجلوتين. وزي ما قلنا كل شيء باوله صعب، يعني اولها رح يحس انه القمح موجود بكل شيء، بعد فتره بيصيروا هم يعرفوا، بيصيروا ينتبهوا اكثر وخلص، يعني بيصيروا بصحه جيده كثير منيحه، حتى بيبدا يزيد وزنهم اكثر فبصير اسهل لهم. بس اهم شيء دائما انه يقراوا كل شيء من المنتجات، يقراوا الانجريدينتس كامله، اذا كانت مش موجوده ما يفضل ما يتناولوها. هلا هي ما رح تكون مكتوبه از جلوتين، بس بدها تكون قمح. قمح مثلا بالضبط، قمح يعني خلص كل شيء قمح معناته مراته جلوتين. حتى كمان صح ذكرتيني بشغله كثير مهمه، مش بس قمح، اذا بنطلع على شيء بيكون مكتوب عليه ال شو بسموه النباتي المهدرج، البروتين زيت. بروتين نباتي برضه هدول، لا مش زيت، بروتين، اذا بيكون عليه بروتين نباتي لازم ما يتناولوه كمان. والله؟ لانه ممكن يكون هذا البروتين النباتي ماخوذ من القمح من الجلوتين. اوكي. فكمان يعني ينتبهوا على الاشياء المكتوب عليها قمح، الاشياء اللي مكتوب عليها طحين او مكتوب عليها بروتين نباتي او بروتين من الخضار، هذا يفضل انه يبتعدوا عنه كمان. طيب هلا كان في دراسات بيقولوا انه الاطفال اللي عندهم توحد بيكون عندهم هو يعني بياثر عليهم الجلوتين، قد ايه صح يعني هالدراسات؟ هلا في دراسات عم لقت انه فعلا في فرق، وفي دراسات لا، فهو الموضوع لسه تحت الدراسه. يعني في دراسات لاحظت انه اعطوا عاده نحن بالدراسات هاي بيعطوا عينه ما بيعطوها جلوتين ابدا، او عينه من الاشخاص بيعطوهم وبصيروا يقارنوا بالفرق تبعهم، ففي دراسه لاحظت انه ما تاثروا ابدا، في دراسه ثانيه لاحظت انه لا، اللي عندهم مرض التوحد لما بعدوهم عن المنتجات اللي فيها جلوتين لاحظوا انه صار التواصل اسهل، الكوميونيكيشن صار تبعهم اسهل، صار العزله تبعتهم اقل. فبس لسه مش يعني لسه ما بنقدر نقول انه فعلا لمعرض التوحد لازم يبتعدوا عن الجلوتين لحتى يخفف من اعراضه، لكن هي من الاشياء اللي بعض الدراسات حست انها عم بتاثر. اقترحت الدراسات انه يمكن يعني يمكن لسه الدراسات جاريه وان شاء الله يقدروا فعلا يلاقوا نتائج اكثر. يعني انا بفكر انه هلا مثلا اذا الناس عم بيحضرونا وعندهم مثلا اطفال عندهم توحد يمكن يحاولوا انه يوقفوا اي شيء قمح، لانه هو الجلوتين موجود بس بالقمح طبعا، فاي شيء فيه قمح يتجنبوه، يستعيضوا عنه بنشا او رز او بطاطا ويشوفوا هم لحالهم. يعني بالاخر بتصفي كل ام مع اولادها بتفهم لهم اكثر. اكيد طبعا. فبتفكري انه بيستاهل انه الواحد يجرب. هي اساس الدراسات طبعا، هي التجريب والفحص والتشييك اكثر. اوكي شكرا رزان، شكرا لك. وفقراتنا مستمره، دنيا يا دنيا على شاشه رؤيا، خليكم معنا.